نتكلم بقى على الشغل والبيئة الصحية والسليمة في الشغل. طبعا انت عارفة تمام احنا بنقضي ساعات كتيرة قوي من يومنا في الشغل، حقيقي. بنضطر ان احنا نتعامل مع ناس كتير وانواع مختلفة من الناس على مدار ساعات كتيرة قوي في اليوم. امتى احس ان انا لا انا مش في بيئة صحية او سليمة في شغلي؟ مبدئيا زي ما انت قلتي كده يا نادين في كلامنا، احنا تقريبا نص وقتنا في الشغل، فاذا انت ما كنتيش قاعده مرتاحه في بيئه عمل فيها تعاون وفيها روح حلوه، مش هتبقي مرتاحه في العمل ولا في الشغل اللي انت فيه. فدور الموظف دلوقتي اللي هو موجود في الشركه عامه ان انت بتختار سلوك لنفسك واسلوب لنفسك يكون سوي ويكون لائق عشان تقدر تتعاون مع الزملاء وتقدر تعدي اليوم زي ما بيقولوا كده. فالشخص الإيجابي بيبقى معروف ان هو بيجي بيخلص التاسكات المطلوبة منه، بيقعد يخلص شغله، في شخص تاني بيجي يشوشر عليه بيعمل، فانت بتختار لنفسك الاتيتيود اللي انت هتشتغل عليه. بالنسبة لفريق العمل، مشاكل كتير قوي بتقابلنا في الشغل ان الناس ما بيكونش فيه تعاون ما بينهم، وان انت دلوقتي لو بتعمل حاجة انت عايز تدريها عن زميلك فانا مش هقولك عليها، لا احنا مش في المدرسة ولا في الجامعة. صحيح. احنا يخلي فيه بينا روح عملية وتعاون مشترك، لان ده بيعزز من كفاءة الشركة، بيعزز من الانتاجية بتاعتك على حسب الكارير بتاعك اللي انت فيه، بيخلي فيه وعي اكتر وثقافة اكتر، بيخلي يطلع المواهب اللي جوه كل حد من الموظف او فريق العمل، اذا كان من افكار جديدة، من مقترحات ممكن تنفع الشركة، ممكن تنفع زميلك اللي انت بتبقى موجود معاه. فلو ما كانش فيه سلوك سوي وايجابي مش هيبقى فيه تعاون ولا هيبقى فيه تعاون مشترك ما بينهم. صحيح. طب يا في دكتور العمل يعني انا برضو عايز اسالك على حاجه، فكره ان انا اكون صداقات داخل العمل ده من وجهه نظرك دي حاجه صحيه ولا لا؟ لان ساعات الصداقات دي برضو لما بنكون بتأثر. خلاص طبعا يعني لما بنكون خلاص عملنا صداقات وقريبين وبقينا صحاب قوي ساعات كفاءه الشغل تقل بشكل صح. كبير، لان بنبقى خلاص بنعدي البعد، بنحس ان زي ما حضرتك قلتي اللي هو بخبي على ده بخبي على ده، فكفاءه الشغل تقل. بصي على حسب الصداقه، انا ممكن يبقى معايا تيم ورك انا شغاله معاه، انا وقت الهزار احنا اصحاب جدا وبنشتغل مع بعض، بس بيجي تايم معين خلاص ده ورك دلوقتي تايم اند فبنشتغل. لو هي مش هتاثر عليا في الشغل وفي بيئه العمل فطبيعي مش هنقعد مخاصمين بعض ولا هنقعد لا طبعا يعني الحلو مش اللي يبقى متعاونين فيه مع بعض. كويسه. بس الصداقه قوي اللي هي تاثر على، ما احنا دايما في الصداقه حتى الشخصيه او الحياتيه، في شخص صادق صديق بيكون ايجابي معايا وفي صديق بياخدني لورا، فعلى صحيح. حسب الصداقه بتاعتي اللي في الشغل دي واخداني لفين. لو الشخص اللي معايا احنا بس وقت البريك بنقعد نضحك ونهزر ونحكي ونفضفض بناخد هدنه كده من الشغل، لكن وقت ما بنشتغل بنحط تارجت معين هنخلص فيه 1 2 3 4 بنقدر ان احنا نخلصه، فواينات من الصداقه في الشغل مفيش مشكله. دي بالعكس دي حاجه بتقوي العمل وبتقوي التيم، وما يكونوش قاعدين متضايقين من بعض ولا يعني قاعدين يكونوا بيعملوا الشغل بحب برضو ان احنا بحب. صحاب فاحنا طبعا الاثنين بنساعد بعض او بنخلص الشغل لبعض بشكل افضل يعني. بس زي ما في ايجابي في سلبي، في ناس بقى بتأثر، بنقعد نضيع الوقت، بنقعد نرغي طول الوقت، بنقعد نحكي مش عارفه عايزين ننزل بريك طول الوقت بقى ننزل تيم مع بعض نروح مش عارفه فين. فالصداقه تبقى بحدود وبعقل، وان انت في الشغل لازم تدي التايم بتاع الشغل تدي له حقه، وان انت تحط بلان تمشي عليها، وان انت يبقى عندك اساسيات معين. انا دلوقتي شغال فانا هعمل 1 2 3 4 بعد شويه هفصل هاخد بريك، ده صديقي بساله في حاجه، بنستشير بعض في الشغل، بنعمل سيرش لحاجه معينه، بنتكلم عن موضوع ترند او حاجه ان بابليك ناخد بريك. لكن الصداقه في الشغل مش مستحبه علشان ممكن تعطلك عن حاجات أيوة. معينه. طيب يعني دايما بيقولوا في السايكولوجي سيت يور باوندريز اللي هو احط حواجز لنفسي. بالزبط. الحواجز دي انت شايفه ان هي برضو بتكون مفيده في الشغل ولا بس دي مع العلاقات يعني العاطفيه او مع العلاقات حتى لو صحابي، ولكن بتبقى مهمه برضو في الشغل ان انا احط لنفسي حواجز انه لا ما ينفعش الشخص اللي قدامي، يعني زي ما حضرتك قلت احنا مثلا صحاب وبنشتغل مع بعض وهيجي في وقت من الاوقات احس ان بقى احنا خلاص بنأثر على بعض على بالسلب. بعض طبعا. فشايفه انه لا لازم يتحط حواجز. بصي انا كرانيا انا في الشغل بحط حواجز تمام، يعني على قد ما انا بهزر وبحب التيم بتاعي، انا احيانا بنزل مستشار اداري وتنفيذي لشركات انترناشونال او ناشونال، بعمل اعاده هيكله للشركه او للتنظيم الاداري او اختيار التيم بروفيشنال ازاي وعلى اساس السلوك بتاعه. فانا من اساسيات شغلي انا كرانيا انا بحط حواجز. ليه؟ لان انا لو شلت الحواجز انت بعد كده مش هتعرفي تاخدي اكشن مع اللي قدامك. صحيح. فالحواجز دي بتخليك احنا
دلوقتي انا وانتي نادين ورانيا قاعدين مع بعض فريندلي جدا اوكي، بس دخلنا في الشغل استاذة نادين دكتور رانيا خلاص فورمال، فانا مش هلغي الحواجز لاني بناء عليها هيكون في متطلبات تانية انا دخلت نفسي فيها، هيكون في تفاصيل بودي بشكل بشكل بقى فريندلي شويه مش بشكل اكشن، فمش هتقدري تنفذي الرولز اللي انتي ماشيه عليها. صحيح. بس فما بتبقيش حد سيريس 100% ولكن بيكون في مرونه طبعا في التعاون، لكن طبيعي يعني الموظفين بتوعنا لو احنا شلنا الحواجز هتلاقي الدنيا خلاص بقى يعني كله هيبقى الموضوع معاهم جنرال خالص يعني.